علاقته بالالتراس ما ينفعش، لان الكيان بتاع النادي متمثل في الجمهور وفي كل حاجه وفي الملعب وفي التراس اللي هو بيبيعه دوت اللي هو بيعمله دوت. يعني احنا كزمالكاوي في اول الموسم كنا منبهرين بيه وباللي بيعمله، بس في الاخر كده انت بتبوظ تاريخ النادي بالكامل، فمحدش هيسمح لك بكده طبعا. بالنسبه لاسامه مرتضى مقصوم اسم الزمالك، وطبعا مستشار محترم استاذ له غبار عليه، لكن ادارته النادي الزمالك انا شايف ان هي اداره فاشله، لان هو بيتحكم في النادي من منطلق الدكتاتوريه، ان هو بيبيع لعيبه وبيضيع اجهزه فنيه. اساسا سبب المشكله الرئيسيه بالنادي اللي في النادي الزمالك تحمل ارتس النادي واستاذ المستشار مرتضى منصور، ان هو ما بيسمعش كلام الناس، حتى لما بيطلع بيتكلم عليهم في الاعلام بيتكلم ان الناس دي همج. طبعا الناس دي مش همج، العيال دول مفخره لنادي الزمالك، اللي عملوه في الاحتفال بالمئوية حاجه مش هينساها الزمالك، مش هينساها. كفايه بس كلام في الجزيره، الجزيره سبورت وقتها عن النادي الزمالك، واللي قالوه ان فعلا بجد انا حضرت نادي الزمالك ايام ما كان بيخسر في الادوار الاولى، وكان نقمه صائغه فعلا في جماعه كل الانديه المصريه. الالتراس الوحيد اللي كان واقف معاه بجد العيال دول مفخره وشرف للنادي، فعيب لما يطلع رئيس النادي يتكلم عليهم كده. ده الزمالك، انا شايف ان نادي الزمالك بجد مش متماسك، اللعيبه بتلعب وهي مش، يعني عايز اقول لك اللعيبه بتلعب وهي مرهبه الموقف، ان بجد يعني انت مثلا لما لعيب تقول له انت لو ما كسبتش يحصل معاك كذا، عايزه زي يلعب، اللعيبه عايزه تقدم حاجه لنادي الزمالك، لكن في المقابل مش لاقيه لا دعم من جمهور نتيجه الخلاف بينهم مستشار مرتضى منصور، ومش لاقي، وكمان حاسه بديكتاتوريه ان مستشار مرتضى منصور بيدخل في كل قرارات الاجهزه الفنيه. بالاضافه الى ذلك ان نادي الزمالك دلوقتي اللعيبه في نقطه مهمه جدا، ان هي بتلعب والاجر المادي بتاعها ما بتاخدوش اللعيبه، معظم اللعيبه اللي بتمشي من نادي الزمالك عشان حاله الازمه الماليه اللي عندها. انا طبعا اتمنى توفيق نادي الزمالك، لكن سيد المستشار مصطفى منصور في اداره نادي الزمالك هو شايف ان هو فاشل. والله انا رايي كزملكاوي في مرتضى منصور، شايف ان هو شخصيه زباله ما تنفعش تعمل اي حاجه، شخص همجي جدا متهور لحد بعيد، وما بيمثلش اي حاجه، وما بيعرفش يعبر عن رايه بطريقه راقيه وباسلوب راقي، وما يليقش بنادي الزمالك، لان هو يعني لعيب رئيس نادي المفروض يبقى قدوه لكل اللعيبه وكل الجماهير، بس هو لا قدوه ولا اي حاجه. يعني هو ما بيديش اللعيبه مستحقاتها، اداره فاشله.